إذن أهلا وسهلا بكم مجددا متابعينا ومشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر هنا من محيط بطبيعة الحال المحكمة ديال الابتدائية ديال صفرو، تزامنا مع تقديم بطبيعة الحال مصطفى الخصم بعد ما تم تقديمه يوم الاثنين أمام أنظار وكيل الملك. الآن التقديم الثاني غيكون الآن راه جاري، يعني عملية تقديم بطبيعة الحال كنحاولوا دائما نترقبوا ونتظروا حالة ديال الترقب هنا في محيط المحكمة اللي كنقول لكم كل الأجواء أكيد هنا، ومازال الناس كتترقب خارج المحكمة في محيط المحكمة وكذلك من خلال الشاشات أكيد اللي الكل بطبيعة الحال كيترقب وكينتظر يعني الخروج ديال الخصم. أكيد هنا بطبيعة الحال في محيط المحكمة كتشاهدوا معنا كيفاش دايرة الأجواء أكيد هنا بطبيعة الحال، كنقول لكم كل كبيرة وصغيرة. وشكر اكيد للسلطات هنا للناس اللي بطبيعه الحال دايرين مجهودات جباره من اجل باش ان المحاكمه ديال الخصم تدوز بطريقه يعني بطبيعه الحال عادله. كتشاهدوا معنا متابعينا ومشاهدينا الكرام كيفاش دايره الاجواء هنا في الاثناء كيتم استماع ربما مصطفى الخصم بطبيعه الحال. متابعينا الكرام احنا معكم دائما في هذا البث المباشر كما كتشاهدوا معنا حالة ديال طبيعة الحال ديال الترقب، الكل ينتظر هنا اكتشفوا وتضامن ربما ديال التضامن كبير من عند اكيد حنا لا نؤثر على اكيد القضاء غياخذ المجرى ديالو وبطبيعة الحال غيقول الكلمة ديالو لأن الثقة في مؤسسة القضائية. حنا كنقلوا لكم فقط متابعينا ما يحدث في المحيط ديال المحكمة وكل صغيرة وكبيرة كنحاولوا نقلوها لكم متابعينا الكرام. إذا كتشاهدوا معنا الصورة واضحة كتعبر يعني على الناس اللي بطبيعة الحال جايين هنا للمحيط ديال المحكمة. كتشاهدوا معنا شاهدوا معنا اذا معكم دائما في هذا البث المباشر في التغطيه الحصريه على قناتكم شوف تيفي، كنقول لكم كل المستجدات لحظه تقديم الخصم امام انظار السيد وكيل جلاله الملك. وهنا حاله ديال الترقب اكيد الناس اللي كينتظروا من وراء الشاشه والناس اللي هنا حاضرين في عين المكان كل شيء كيترقب وطبيعه الحال ما سوف تولي الامور. واش الخصم غيخلص 50000 درهم ولا ما غيخلصهاش؟ الكل كيتساءل واش الخصم غيتعتق ولا ما غيتعتقلش؟ واش الخصم كل شيء كاين التساؤلات تطرح خاصه بعد يعني عفوا يعني التصريحات اللي خرج بها الخصم في يوم الاثنين. هو المحامي بطبيعه الحال قال الخصم انا ما غنخلصش الكفاله. الان واش غيخلص بطبيعه الحال الكفاله وما غيتعتقلش ولا ما غيخلصهاش وغيتعقل؟ كيبقاو هما احتمالات وارده اللي ما غيمكننا لا ناكدوا ولا ننفيوا الا بعد الخروج ديالو ونسمعوا الخصم والمحامي واللي غيقول لنا بطبيعه الحال المخرجات ديال هذا التقديم ديال الخصم امام انظار السيد وكيل جلاله الملك. المؤسسات القضائيه الحمد لله لنا ثقه فيها، قالها الخصم صريح العباره قال انا كنثق في المؤسسات القضائيه كنتظر لربما هو قال انا 50000 درهم ما غنخلصهاش لان ما داير والو حسب التعبير ديالو. خرج يعني البلاغ ديال التضامن ديال الحزب اللي كينتمي ليه بطبيعه الحال خرج اوزين كذلك قال لان لربما نخلصوا الكفاله وداك الساعات نشوفوا يعني شنو غيوقع وندافعوا على حقنا. ما عرفناش الان واش غيتم لربما تخلص الكفاله ويخرج ومن بعد غيدافع على حقه ولا ما غيخلصهاش. يعني هنا مجموعه من الاحتمالات الكل كتشوفوا الترقب ديال الناس هنا بطبيعه الحال كل شيء كينتظر القرار لربما والنتيجه. كتشوفوا العشرات بل المئات هنايا نقدر نقولوا عشرات ديال الناس اللي جاوا لنا امام المحكمه بطبيعه الحال للانتظار كما كتتابعوا انتم يعني وراء الشاشه الناس كيتابعونا في عين المكان. اكيد حاله ديال الترقب حاله ديال الترقب وحاله ديال الاستنفار ايضا ديال السلطات الامنيه. كتشاهدوا معنا متابعينا كل يعني الحاضرين هنا كل الحيثيات غنقلوها لكم وغنتظروا معكم اكيد حتى يخرج ولا
واش غيخرج واش ما غيخرجش ما عرفناش. بطبيعه الحال القضاء هو اللي غيحكم، والسيد وكيل جلاله الملك هو اللي غيقول بطبيعه الحال الكلمه ديالو اليوم للقرارات اللي اتخذها ولا سوف يتخذها الخصم. ما عرفناش واش غيخلص ولا ما غيخلصش. كنشوفوا الان بطبيعه الحال وراء الشاشه الكل كيخلي تعليقات، الكل كيبدي الراي ديالو. حنا كنلتزموا بطبيعه الحال باش انا نقل لكم الصوره ونعيشكم لربما اجواء ديال هذا التقديم ديال الخصم هنا من امام بطبيعه الحال المحكمه. هكذا هي الاجواء اكيد، وهكذا ننتظر ونترقب معكم كل صغيره وكبيره سوف يتم نقلها. قبل قليل في تصريح حصري لقناه شوف تيفي المحامي ديال الخصم عمر الحلوي قال احنا الان وقت العمل. الان تصريح كنحترموا الصحافه، طلبت منه باش يعطيني يعني الراي ديالو، قال لي دابا الان وقت العمل غندخلوا وغنشوفوا ونعملوا ونشتغلوا، والصحافه على راسنا وعينينا غنعطيوها بطبيعه الحال التصريح منين غيخرج اكيد غيعطينا التصريح وغنشوفوا ونقلوا لكم كل الحيثيات. اذا المتابعين الحاله ديال الاستنفار هنا، الحاله ديال الترقب كنقلوها لكم، وكان لربما كنقربكم من الصوره اكثر. ناس اللي وراء الشاشه وراء شاشات الهاتف اللي كينتظروا اكيد يعني الخلاصات، وكينتظروا بطبيعه الحال المخرجات ديال هذا التقديم. اكيد غنقل لكم كل صغيره وكبيره، لا تقلقوا اكيد غتبقوا معنا لحظه بلحظه بعين المكان. دائما كما رصدنا في قضايا اللي اكيد القناه ديال شوف تيفي السباقه والقناه ديال شوف تيفي مرآه للواقع واللي كتنقل الواقع بكل التفاصيل ديالو، هي صوت من لا صوت له، هي القناه اللي بطبيعه الحال كتلتزم الحياد وكتشتغل بمسؤوليه، كتشتغل بمسؤوليه وكتشتغل وكتنقل الواقع وبمهنيه ماشي يعني بمهنيه كنقولها لكم متابعينا الكرام. اذا الحاله ديال الاستنفار هنا كتشوفوا بطبيعه الحال تواجد ديال رجال الامن رجال القوات المساعده، الامور دايزه في سلام. الان كيبقى لربما غنشوفوا واش غيخرج، يقدر يخرج الخصم في اي لحظه، غيخرج من هذا الباب ولا من الباب اللي لهيه. خصنا نبقاو حاضرين هم بطبيعه الحال بجوج باش نرصدوا لكم لربما التصريح ديالو اللي غيكشف عليه. خاص تحضي، خاص تشوف واش غيخرج من هذا الباب ولا من الباب من لهيه. وانا كنحاول على انني بطبيعه الحال كنحاول على انني نقل لكم الواقع اللي كنعيشوه الان في بث مباشر. حنا ما دايرينش دابا الان مونتاج ولا فيديو، احنا في بث مباشر، الواقع كيتنقل بدون زياده ولا نقصان، بلا ما نبقاو نديروا المكياج، الواقع كنقلوه متابعينا ومشاهدينا الكرام. اذا غنواصل معكم لربما الان كتشوفوا معنا اللحظه ديال الترقب، العشرات هنا ديال الاوصار اللي كيترقبوا هنا وهناك اكيد انتظار ديال خروج او انا كنقول فرضيات اما الخروج ديال مصطفى الخصم وبطبيعه الحال كاينين الناس اللي متضامنين معاه واللي غيفرحوا، واما لربما تقدر تكون الصدمه. وهنا هنا بطبيعه الحال الله يدير لي فيها الخير، حنا نتمناو خير ان شاء الله، واكيد ما غنبقاوش نشكوا في القضاء. القضاء الحمد لله نازف في بلادنا، الثقه في المؤسسات القضائيه باش لان بطبيعه الحال كل ظالم وكل مظلوم تنصفوا، لكن بطبيعه الحال ايا كان شوفوا شنو واقع. خليكم معايا متابعينا، دل ربما صدر شوفوا واقع شنو واقع. انتم كتشوفوا متابعينا الكرام ربما مستجدات، نشوفوا شنو واقع. شفت الناس تحركوا شويه هنا، والله بحالي بحالك امي متي، كنتظروا جميع على الناس كيجيو لهذا الباب، يقدر يخرج من هذا الباب فهمتي، يعني يقدر يخرج من هذا الباب كما يقدر يخرج من هذا الباب. دابا الناس ها انتم كتشوفوا كينتظروا حالة ديال الترقب، اما يخرج من هذا الباب ولا من ذاك الباب. الناس كينتظروا هنا، شوفوا حالة ديال الترقب متابعينا، لربما يقدر يخرج من هذا الباب لان التقديم اللي داز خرج من الباب الاخرى، ودابا لربما يقدر يخرج من الباب. كتشوفوا متابعينا حالة ديال الترقب اكيد هنا
لحظات اللي ربما يقدر يخرج في اي لحظه. حنا كنشوفوا حتى الابواب ما عرفناش واش غيخرج من هنا ولا من لهيه، ما عرفناش شنو هو ربما المستجدات. شوفوا كنشوفوا العشرات ديال الناس اللي جايين الان في اتجاه الباب الاخر، واش جاتهم معلومه لنا ويخرج من هنا ما عرفناش. حنا بطبيعه الحال كنحاولوا نفهموا، ومعكم في بث مباشر كنحاولوا نقربوكم من الصوره. ها هي الباب الكبيره هي هذه، وكاين الباب ديال التقديم من لهيه. واش غيخرج من هنا من هذا الباب الكبيره ولا من الباب من لهيه؟ كنشوفوا العشرات ديال الناس اللي جايين لهنا، باش لانهم ربما يشوفوا اللحظه ديال الخروج. واش غيخرج ولا ما غيخرج ما عرفناش، حنا ما عارفينش واش غيخرج ولا ما يخرجش. المهم ننتظر ونترقب معكم اكيد. كتشوفوا متابعينا الاجواء هنا في المحيط ديال المحكمه، اكيد كلشي كيترقب كلشي كينتظر. حنا كنقوموا بنقل كل صغيره وكبيره اكيد دائما على قناه شوف تيفي. الناس اللي متبعينا واللي كيثقوا بالقناه بطبيعه الحال اللي كترصد الواقع ينتظرون المخرجات بطبيعه الحال ديال هذا يعني التقديم بطبيعه الحال. الشكر كل الشكر لكل من يساهمون في انجاح ربما وفي العمليه ديال التنظيم. الشكر كذلك للسلطات الامنيه، الشكر لل يعني للناس اللي بحضاره لربما الان هنا امام المحكمه، الثقه في المؤسسات القضائيه باش لانها غتقول الكلمه ديالها. الشكر كل الشكر لكل الناس اللي مشرفين، لجهه القوات المساعده، للامن الوطني، لكل الاجهزه طبيعه الحال اللي هنا، للمواطنين اللي ساقرين، يعني الناس مواطنين جايين وساكتين وكيترقبوا كما كترقبوا انتم بطبيعه الحال. يعني من يعني من الشاشات ديال الهاتف كتنتظروا. لربما حنا الان هنايا الباب الكبيره ديال المحكمه، واش غيخرج من هذا الباب ولا من الباب اللي من لهيه؟ الله اعلم. شو رايكم متابعينا، واش غيخلص الكفاله ويخرج ولا ما غيخلصهاش؟ في نظركم شنو كيفاش كتقراو وكيفاش من خلال القراءات ديالكم متعدده متابعين هذه القضيه شنو كيبان لكم؟ شنو كيبان لكم؟ لحظة ديال ترقب، لحظة ديال ترقب متابعينا مشاهدينا الكرام. الكل كيترقب الكل كينتظر اكيد واش غيخرج بطبيعة الحال مصطفى الخصم وغيفرح لربما المتابعين ديالو الناس المتضامنين معاه، ولا غيكون خبر اللي غيصدمهم ما عرفناش. بطبيعة الحال الكل كيثق في القضاء وكينتظر اكيد الخروج او خبر اخر اللي غير صد بطبيعة الحال. كتشوفوا متابعينا الكرام هنا نحاول لأنني نقل لكم بطبيعة الحال كنحاولوا لأننا نقلوا لكم من كل الزوايا ومن كل ارجاء والمناطق بطبيعه المحيط ديال المحكمه كل صغيره وكبيره كنكسر صدها القناه ديال شوف تيفي في اطار يعني تقريبكم من هذا يعني التقديم ديال الخصم امام انظار السيد وكيل جلاله الملك. كل شيء كيترقب، الصمت رهيب اكيد متابعينا الكرام. كل المواطنين اللي حضروا هنا وكل رجال الاعلام وكل يترقب اكيد، حاله ديال الترقب رهيبه اكيد كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام.
تابعوا معنا. في نظركم متابعينا شنو هو تحليلكم لكل المجريات وكل التصريحات اللي جات من خلال مصطفى الخصم المحامي ديالو ومن خلال يعني بطبيعة الحال التفاعل ديال المغاربة مع هذه القضية ديال الخصم؟ شنو رأيكم؟ خليوا لي تعليقات ديالكم بطبيعة الحال اللي يعني كل واحد يعبر على التعليق ديالو. كيفاش كتشوف هذه القضية لربما اللي حيرت كل الرأي العام أكيد وكل يعني الناس بطبيعه الحال متبعينها من كل المناطق، الكل كيترقب وكل كينتظر. غنرجع متابعينا بعد لحظات من خلال لايف اخر، خليكم معايا ما تمشيو فيه.